there. There's a little rock with several knees down there. Wow. السلام عليكم اخو سيدي المجاهد، لاباس عليكم؟ جاتكم مطبوب من طنجة، تحية للناس ديال طنجة كاملين، إن شاء الله غيكون في بلوغ سبيسيال، خصوص الأعمال الخير إن شاء الله يا رب، زيدوا تابعونا مازال جاي الخير قدام، يلا السلام عليكم. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ جاتكم هذا البلوغ من طنجة، تحية للناس ديال طنجة. أول مرة غنجي لهاد المعلمة تبارك الله، البلاد عندنا الحمد لله زين، ديما تنقولها على شباب بلادكم، على المناظر ديالها، تحية للناس ديال طنجة، الصراحة الجود والكرم، كلشي تعامل معنا مزيان، احترام، وتمتعنا بالمناظر الصراحة، تحية خاصة ليكيب ديالي كاملة اللي رافقتني، وكنشكركم بزاف، زيدوا تابعونا، مازال غيكون عمل خير إن شاء الله مورا هاد الفلوق، غيكون في المستوى إن شاء الله، إن شاء الله جاي واحد العمل. غيكون عنده علاقه بالسيلو وغتكون شي حاجه في المستوى ان شاء الله، غيكونوا قصص الاجرام ما يكون وسط واحد السيلو ان شاء الله، نتمنىهم الله خير. يلا خوتي الله يعاونكم، حتى انا نسير لكم القصه، كان هذا العمل جنب طنجه، الله يسهل امورك. يلا الله يعاونكم. إلياس يا خويا تفضل، صافا مزيان ديال الاجتماعات والتكوين، شويه ديال الدبلومات ما خاطرك اخي، دبلومات مانجمنت، البيع الاحترافي، الذكاء الاجتماعي، هذا ديال سيف دو كو اميان، هذه ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة، لا ليسونس، وحتى بعد مرحبا ما شاء الله خير، تفضل، مرحبا وهذا مكتب، مرحبا نهار كبير هذا خويا، مرحبا. السلام عليكم، كي داير اخوتي بخير؟ لاباس عليكم؟ بداو قصة، عند خويا إلياس، العكالي، أنا مجلسي إلياس حيت بحال خويا، داكشي اللي جيت عنده المكتب، والصراحة الناس ديال طنجة تعاملوا معنا مزيان وعجبنا الحال، جينا بخصوص واحد العمل خيري وان شاء الله غادي نقوموا به هنا في طنجة، غادي نمشيو ان شاء الله، وبغينا نعرفكم على واحد الشخص عزيز عليا بزاف اللي هو الياس العكاري، هو غادي يقول لكم شنو كيديروا في طنجة وكيفاش جات طنجة النهار الاول. تفضل سي الياس. شكرا سي الياس. دابا المشكلة الياس 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 الياس، دونك خوتي خواتاتي السلام عليكم، كلشي بخير، عيد مبارك سعيد علينا وعليكم، الله يدخلو علينا بالصحة والعافية، مغفرة الذنوب. دونك كيما شفتوا دابا كاين إلياس وكاين إلياس، نورمالمون أنا ماشي طنجاوي، أنا قنيطري، وتنعرف إلياس للتذكير للتذكير، وتنعرف إلياس، ما نقولش لكم تنعرفو ملي كان صغير، ولكن حنا بجوج كنا صغار. لا هو كان هو كبير عليا شوية. كبير عليك شوية، دونك تنعرف إلياس، بصح تنعرف إلياس ملي كان صغير وتنعرفو مزيان، أشد المعرفة، الرجولة. هذه الاولى، القلب كبير، ولد الناس، كل واحد يدوز من حياته بمنحطفات، اكيد كنطيح في اخطاء كاملين، فوالا يستمر في الحياه ديالو. الياس راه هو كان تيعرفني، قال لي البارح تلاقينا نيت هنا في طنجه، وقال لي راه تنعرفك، هو عارف حتى انا دزت من بزاف ديال المنحطفات زوينين وخايبين في قنيطره، المهم كبرنا باللي عطا الله. الحمد لله، بعدا على بالنسبه لي انا كنت كنعتبر قدوه ليا، بعدا باش تعرف فاش تلاقيتك البارح وشفتك وشفتك بالابتسامة نيت وداك الأسلوب الهضرة ديالك، أنا ضحكت ما فهمتيني، ضحكت ومام طون كنت في الطومبيل وأنا نقول لهم شتي هذاك الدري كان تيحامي عليه فاش كنت صغير، الحمد لله بقى يشوفوا فيا ما فهموا والو، قلت لهم راه دري، قلت لهم راه تبارك الله عنده واحد الهيبة تا هو من صغره ما شاء الله، قسما بالله ديال الهضرة اللي قلت له، ومورا قلت له خصنا نهضروا نمشيو نجلسوا معاه بعدا ناخذوا عليه فكرة شنو تيديروا في طنجة وكيفاش زاروا طنجة. مرحبا اخويا مرحبا، داكشي علاش كنا عند الموعد وجينا عند خويا الياس. الله يحفظك اخويا، مرحبا مرحبا والله. هي واحد من بين الخاصيه ديال قنيطره
ان دابا اي قنيطره ولا قنيطريه كنت يسمعني هو ان القنيطريين تيكبروا الحمد لله 90.9 نقولوا 99% تيكبروا رجال. عندنا هذه الخاصيه هذه ما عندنا ما نديروا. هذيك المدينه ما عرفوش فيها شي حاجه ما عطاتناش ما عطاتناش مع بعضياتنا وسط منها ما كان بعدهم لا تنوليو حنا على بعضياتنا فوالا. لا عندي لك واحد النصيحه. انا خرجت من قنيطره عندي 18 عام. قنيطره مدرسه كبيره ومدرسه صعيبه بزاف. قنيطره دايره بحال هاد اللعب ستاج الاخر ديال البلاي ستيشن لعبتي يخرج بحالك سير ديك حياتك جهه اخرى راه فين ما مشيتي هادي الناس يبغيوك لان حنا القنيطريين كنضحكوا بزاف قلبنا كبير ما كنتعداوش ما كنتكرفصوش عزيز علينا بنادم درويش ما فيناش التكبر ولكن خرج من قنيطره ما تبقاش فيها. علاش قنيطره مدينه صغيره؟ انا الصراحه دابا ما بقيتش كنبغي اسمح لي خطات في انا الصراحه ما بقيتش كنبغي نجلس فيها مي انا كنحماق على قنيطره على عينا ناسا من باش نعيش بها انا ما نقدرش خرج قلب عليهم بحال هكا اجي عندنا هذا بعض القنيطريين في مدينه اخرى اجي عند القنيطريين اخويا مرحبا بك لان اش نقول لك كنترباو كاينه مدرسه بصح كاينه مدرسه الى لاحظتي دابا غير الحكومه كامله راه الاغلبيه ديالها قنيطريين ملي كتخرج للخارج انا ما خليت حتى شي دوله مشيت لاوروبا مشيت لاسيا مشيت لاوروبا الناس ما عرفتش هاد المساله بان راه المسؤولين الكبار عندنا في المغرب قنيطريين بيان سور من الملاح بعدا راه كاين شي جوج انا كنعرفو وسميتو ورجال سياسيين محنكين قنيطريين واللي زوين هي انني كما قلت لك انا من 90 وانا تنخرج للخارج ما عمري وسمع مزيان ما عمري ما لقيت شي قنيطري حاصل ولا طاري ليه شي مشكل ولا عيان ديما جايبها صغر لا الا خرج والله الهادي العظيم زعما وشابو القنيطريين كاملين دونك مرحبا بك بعدا مرحبا بكم اللي جيتو زرتونا كبرتو بيا الله كبر بكم. المبادره اللي درتي عجبتني بزاف هذه ديال العيد الكبير زعما صمتو شي قاصني في قلبي الله يحفظك لان ما يديرها اول الناس ميدان كبير داكشي اللي قدينا عليه غنديرو اخويا شتي والكبير كبير بافكارو كبير بالاحاسيس ديالو ماشي كبير بفلوسو راه كاين اللي عنده الفلوس وصغير لما تيكون عندك الاحساس عالي كتقدر تتحكم في راسك فوالا كيكون عندك الاحساس عالي وتكون تتحس بالدرويش ما كان من كبرنا دراويش انا باش يعرفوا مني عاوتاني القنيطريين انا ولد ديور المخزن ولد البوسطه الصغيره اللي كتقول راني تعرف الياس كيعرفوا بزاف اللي كتقول البوسطه اصلا اغلبيه ديال البيبليك اللي كانوا معايا لاشين من الاول فيهم دراري قنيطريين بيور وغادي يشوفوا هاد الياس غادي يبداو يضحكوا ويقولوا كيفاش تلاقاو جوج الحمد لله ما تلاقيناش بزاف بزاف الناس كانوا كيخافوا نتلاقاو في واحد الوقت انا وياك لا شحال هذه الحمد لله المهم لا كيخافوا كيقولوا يا اما غنصاحبوا يا اما غندار غندار زوين واش الحمد لله واش غدي الله الحمد لله دونك انت اخويا كما كتشوف هذا السونتر هذا نورمالمون درتو من بعد ما كنت خدام انا مدير جهوي ديال المندوبين الطبيين في جهه الشمال مع واحد الشركه عالميه اردنيه ديال الادويه ديال الصيدله وكان عندي ميول كبير للتكوين والتكوين وسيرتو التكوين في التنميه الذاتيه وفي النجاح. علاش؟ لان كنشوف غير المسار ديالي الشخصي فين كنت في ديور المخزن في افكا والحمد لله انا دابا في طنجه بالممتلكات ديالي بحياتي بطوموبيلتي بمراتي يعني كاينه واحد السيروره ديال النجاح الوغ كو كان في امكاني كما قلتي انت في ايام المراهقه والشباب كان في امكاني نفيري وندوز على اليسار ونمشي كنت دغيا راه كان حفظني الله دونك انا عرفت واحد القضيه شنو هي هو انك انت مسؤول على حياتك ملي كتوصل 18 عام انت مسؤول على حياتك ما تقول لي لا انفيرونمون لا خرجوا عليا لا داروا لي علاش انت الوحيد اللي كتاخذ القرارات يا الصائبه يا الخاطئه بغيتي توصل لواحد النتيجه في حياتك فكر فيها مزيان وشوف النتيجه اللي باغي توصل لها يعني من الاخر كما تنقولوا حنا من الاخر فين باغي توصل باغي توصل نتيجه زوينه نتيجه كبيره كاين واحد الثمن خصك تاديه دابا دابا خصك تحاول كلشي حيت الا ما اديتيش دابا شنو غترى غتادي من بعد هي الحياه بحال الكريدي بحال البنكه بغيتي تعيش حياه زوينه من بعد خصك تضرب ثمنها دابا بغيتي تضرب ثمنها من بعد عيش حياه زوينه دابا المعادله واقيلا ما عندنا ما نقولوا فيها طري بيان دابا تيبقى التوجه دابا بزاف ديال المغاربه والمغربيات مازالين صغار هاللي بحال هاد السيده اللي لقيتو معايا واخا ماشي مغربيه هادي من الكيني كوناكري جات طالبه يلا شدات الماستر جات تسولني قالت لي شنو ندير علاش لان اولا سوق الشغل ولا صعيب لان الناس اللي هي قصارين وانا مريض مبغاش
Thank you.